الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا اليوم معكم أيها الإخوة الكرام عن خلق عظيم من أخلاق الإسلام، خلق التواضع. والتواضع هو إظهار الضعف، مثل التغافل إظهار الغفلة. قال سبحانه وتعالى مثنيا على عباده: أذلة على المؤمنين. فالمسلم يتواضع لله ويتواضع لعباد الله. والتواضع لله تبارك وتعالى يكون بالانقياد لأوامره والتسليم لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. والتواضع لعباد الله بخفض الجناح لهم ولين الجانب معهم وعدم التكبر أو التفاخر عليهم مع رحمتهم، فلا بد من الرحمة في التواضع. قال عز وجل عن نبيه عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فبرحمة الله وهب نبيه عليه الصلاة والسلام خلق التواضع. فبما رحمة من الله لنت لهم، كنت لينا هينا في التعامل معهم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو كانت فيك صفة الغلظة والفظاظة والتكبر والتعالي عليهم لتركوك ولما استجابوا لدعوتك، لانفضوا من حولك. فهذا خلق التواضع ظاهر بين في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومما جاء في القرآن في خلق التواضع قول الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. فهذا أمر من الله عز وجل باللين وخفض الجناح عند التعامل مع المؤمنين وعدم التكبر عليهم أو التفاخر عليهم. وقال عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فأثنى عليهم تبارك وتعالى بأنهم عباد الرحمن. ومن رحمته بهم عز وجل أن وهبهم صفة التواضع، فهم يمشون بلين وعدم تكبر وعدم أذية للخلق. وفي المقابل إذا تعرضوا لأذى الخلق كان ردهم بما يسلمهم من الإثم وبما يسلمهم من الذنب في التعامل مع الناس. فخلق التواضع خلق عظيم. ومما جاء في القرآن أيضا عن خلق التواضع ما جاء في قصة لقمان الحكيم لما أوصى ابنه بأمور عظيمة وأصول كثيرة، منها أنه نهاه عن الشرك بالله تبارك وتعالى وحثه على أخلاق كريمة، منها خلق التواضع. قال سبحانه وتعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولا تصعر خدك للناس، لا تكن عابس الوجه كأنك متكبر عليهم، محتقر لهم، متعال عليهم. ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تكن مشيتك مشية المتغطرس المتكبر الذي يرى نفسه فوق الناس ويحتقرهم ويزدري هؤلاء الناس. فالأوامر بخلق التواضع في القرآن كثيرة، وامتثلها النبي عليه الصلاة والسلام. فالله تبارك وتعالى أوحى إلى نبيه
أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، أي لا يتفاخر إنسان على أخيه المسلم بأن عنده من المال الشيء الكثير، أو عنده من السيارات أو من الأملاك والعقارات أو من الأبناء، فهذا فضل الله عز وجل، والواجب على الإنسان أن يشكر نعمة الله لا أن يتكبر بهذه النعمة، وأن يستغلها في طاعة الله تبارك وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. هذا الثواب العظيم من الرب الكريم سبحانه لعبده إذا تواضع، بأن يرفع مكانته في الدنيا والآخرة. فكل مسلم حريص على هذه الرفعة، راغب فيها، فليحرص كل واحد منا على التواضع لله تبارك وتعالى والتواضع لعباد الله، مقتدين في ذلك بالنبي عليه الصلاة والسلام، إذ كان يدعو ربه أن يحشره في زمرة المساكين، وكان عليه الصلاة والسلام يتواضع لعباد الله، فكان يخالط الصحابة رضي الله عنهم ويجيب دعوتهم، وكان يساعدهم ويعاونهم. وفي قصة حفر الخندق كان عليه الصلاة والسلام يحفر معهم، وهذا من تواضعه وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان كذلك في مهنة أهله يخدم أهله، ولما قبض عليه الصلاة والسلام قبض في إزار ورداء غليظين، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. فالمسلم يحرص على هذا الخلق العظيم لأنه مفتاح للخيرات. ومما جاء أيضا في تواضع النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في قصة أبي هريرة رضي الله عنه، وذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه قد أنهكه الجوع، فوقف ينتظر أحدا من الصحابة كي يسأله، ثم يذهب لعل هذا الصحابي يأخذه معه فيطعمه، لأنه لا يجد ما يأكل رضي الله عنه. فمر عليه أبو بكر وعمر فلم يتفطنا لأمر جوعه، ثم مر عليه النبي عليه الصلاة والسلام فعرف ذلك، فلما عرف ذلك أخذه معه عليه الصلاة والسلام ليطعمه. فلما دخل بيته وجد إناء من اللبن، فقال: يا أبا هريرة، أدعو أهل الصفة، وهم فقراء المسلمين الذين قدموا يقدمون إلى المدينة. فقال أبو هريرة في نفسه: وأين هذا اللبن من أهل الصفة؟ كان يرى رضي الله عنه أنه أولى بهذا اللبن من غيره، لعله يشرب منه شربة يتقوى بها، لكنه قال رضي الله عنه: ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد. فذهب ودعا أهل الصفة، ثم أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم ويناول الإناء للصحابة لأهل الصفة، فكان يعطي كل واحد حتى يشرب ويرتوي. ثم لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة أن يشرب حتى ارتوى أبو هريرة أكثر من مرة، حتى قال: والله لا أجد له مسلكا. ثم من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ الإناء وشرب من فضلة اللبن، هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، وتواضعه كثير عليه الصلاة والسلام. فلنحرص إخواني بارك الله فيكم على هذا الخلق العظيم، لأنه كما ذكرنا مفتاح لكثير من الخيرات، وجالب للفرح والسرور، ومريح لنفس الإنسان. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.